Je suis Houria, l'enseignante. Aujourd'hui, on va voir le gâteau croqué dans le plateau qu'on peut garnir avec de la confiture. Si vous voulez voir comment le préparer, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Salam salam, bouchbouchati, habboubati, habibati. Il est comme disons croqué. Le croqué est assniwa. Le croqué à la tariqati, choufou, mbih. Il est léger, khfif, bref. Alors, هنا يا على طريقتي درت لو كونفيتير في الفوق وغبرته بشويه كاوكاو ولا كان عندكم شويه لوز اليكم المقادير احبتي قبل ما هذاك صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اليكم المقادير نبدا على بركه الله عندنا 4 بيضات 4 alors on va les battre avec 2 pincées de sel c'est-à-dire زوج قرصة ملح كاس ونص سكر حبيبات ستادك كريستاليزي دو انفير ادمي دو سكر كريستاليزي عندي الوغ هنايا نضرب مليح ندوب شوية السكر كي يبدا يدوب السكر نبدا نزيد تدريجيا في الزيت نزيد على كاس زيت على 2 فوعات على 3 فوعات وهنايا نضرب هنا عندي زوج كياس تاع خميرة وعندي اللم بالفارينة الفارينة معندهاش عبار كل واحد كيفاش يدير يعني المقدار لي يلقى العجينة خلاص لمت هذاك هو القوام هنا نستعمل يدي يد وحدة برك لازم نستعمل بيها باسكو الأخرى مانيش راح نطلصهم للزوج حتى تلم مليح بالفارينة هلا لمو هلا مازال نزيد الفارينة احيا مصباعي ونزيد حتى تحصل على عجينة متماسكة بصح لينة هلا شوفوا يدي نحيها بالمغرف اللي يبقى نحي بالمغرف عملية سهلة وبسيطة هنايا العجينة تاعي خلاص درت لها شوية زيت عندي نقطر في القرعة هنا ندير لها شوية زيت ونقسمها على قسمتين دو باغ إيكال يعني وحدة ندير لها الكاكاو باش تجي الشيكولا وحدة نخليها بيضاء باش كي نقرص الكاطو تاعي يجيني ماربري يعني كوم دو ماربر ألوغ هنا القسمة الأولى شوفوها كيفاش دايرة سهلة مهلة الباتور دار كل حاجة تقدروا تاني تضربوها على ماء بصح صعيبة شوية لأني يعني ماشي متعبة ماشي صعيبة هنا عندي زوج مغارف كاكاو بسم الله الرحمن الرحيم وندير لهم شوية تاع فاني باش تجيني نكهة تاع الكاكاو والفاني مع بعضهم ندير لهم 4 كاس حليب يعني زوج كيسان زوج مغارف كاكاو شوية فاني 4 كاس تاع حليب سخون يعني دو لي ان كار دو فيغ دو لي شو افيك دو كويير بيان بومبي تاع كاكاو و اون كويري ولا اون دومي كويري دو فاني انا نخلط مليح سيدير يفو بيان ميلونجي ومن بعد نعجن بهم العجينه هذيك تاعي تاع العجينه الزوجه لا باغ الزوجه تاع العجين الوغ هنا نحطها في الريسيبيون هذايا ونعجن مليح ونحيها من الريسيبيون الصغير نحطها في الكبير بعد ما تنحي الشيكولا هذيك الكاكاو بيان سور وعاد شيكولا وعاد الريحه تهبل مع لافاني مع ولا لا تشوفوا لا تيكستور نتاع هاد لو غاتو تاع لو كروكي يجي في السني يجي هكا ماربغي سي اونيك جربوه وعلى طريقتي ويجيكم كميه كبيره يجي حتى 48 ولا 50 حبه صغار يعني كي ديرهم كاريات صغار انا درتهم كبار جاوني 24 ولا 25 وانتوما ديروهم انا من هنا نعجنها مليح نزيد لها شويه فارينه باسكو زدت لها الحليب هذيك لاباط
زيدها شويه فارين 4 كاس ولا اللي هو. الوغ نتوما شوفوا واش يكفيكم لاباط هذه كي درتوا لها الحليب، نتوما تعرفوا كبروا بالكم على داك التلصاق ملط لطفات. ربي يرحمها مريم. الوغ هنا ندير لها شويه زيت، نعاون روحي بشويه زيت باش تنحلي من يديا الحنه، حنه اللي نوريكم ربي. الوغ اعمل لكم حنه يا ماني داير ندير هاد الايام شويه حنه. يلا عندوني حنه حنينه تنحي الحزن تنحي الدنيا كل. انا عندي واحد 4 سنين ولا ما مسيتش الحنه ابدا. هنا عندي لاباط هذيك اللي درتها، وحدها بيضه نقسمها على زوج وندير دي بودا، ندير دي بودا طوال. قلت لكم ديرهم دي بودا قد بعطاهم طوال ياسر. هنايا الكاميرا ما سجلتليش، انا كنت دورتها ياسر. الوغ اكو عارفين زوج بودان كيف كيف، زوج حرابش كيف كيف، وندير زوج بيوضه وزوج شوكو. تشوفوا كيفاش الابيض نديرو مع الكحل والكحل نديرو مع البيض، يعني البيض مع الشيكولا وهذا وهكا كل زوج مع بعضاه. هنايا نزيد نحربش مليح. صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش لي لايك كي وصلتوا لهاد المرحله، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. هنايا نغزلهم مع بعضهم، نلويهم وحده الفوق وحده لتحت وهكذا انسي دو سويت. نلويهم ونتنيهم ونعاود نلويهم ونعاود نتنيهم حتى نتحصل على واحد الاخر فيها 20 سنتيمتر. هاد العجينه فيها يعني هذه طويله ياسر، يعني نلوي فيها شتوها كيفاش. اذا ما تلوها مليح تجي ماربري بيان كوم الفو. وزالي فواغ دوك تشوفو يعني هكذا ديرو له. أيوا درتها على زوج تاني وعاود طميتها ودرتها على ثلاثة. نزيد هذه نلويها تاني. شوف كيفاش تلوت سهلة ياخ، غير تلوو خلاص ماشي شرط باش ديرو بالسنتيمتر. تلوي من جهة وما تتلوهالكش، عاودي لوي من جهة واحدة أخرى. أيوا اللي تغزلي يا حبيبتي يا بشبوشتي. ما عادش نقولي با هادي خطر ما مش قابلينها الربوع هادوك اللي قالوا لي ما كيش نتو كورت، وهما ساكنين لبرا. روحوا عمروها انتم، انا رايحه راني نستنى كتاش المكتوب هذا يفرغ برك. لقيتو هنايا هي روحوا ترقوني مسحطوني برك. فوالا هنا نحطها في البلاطو، درتها بالحلال نحلها بالبلاطو في البلاطو نقرصها مليح. هاي سهله هي غير بها كتشوفوا فيا برك انا فاشله. جات هايله 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 فوالا. شتو كيفاش ماربري، جربوها هايله. تجي مع قيقاطو مع قهوه العشيه مع الصباح، الدراري كيعودو رايحين ليكول تعطيهم حبه. اما كان بغيتي نقصي لها السكر تاني ماشي شرط. هنايا بعد ما طابت شوفوا ندخلها الكوشه مسخنتها من قبل 180 درجه ومن فوق ومن تحت. بعد نطفي الفوقاني ونحطها في الكوشه طيب، يطيب لتحت نعرفها بلي طابت. ما تحرقوهاش ها، ردوا بالكم 20 دقيقه ولا نحوها، ماشي نحوها، طفوها من تحت وشعلوها من فوق. ابان تتحمر شوي خرجوها وطلوها بالكونفيتور. بون كونتيتي تاع كونفيتور ديروها مليحه طبقه، ومن بعد رشوها بالكاوكاو. انا داك النهار اللي درتها ما صورتهاش رشيتها بالجوز واللوز، جات هايله تاني. وحتى الكاوكاو صحي ومليح ومهم ترشو بحاجه. حتى بقاطو كونكاسي دقدقوه هكا حتى بالفنجال من لورا دقدقوه مليح وحطوه فوقها يجي هايل. ومن بعد قصوها
سوا كاريات كاريات، انا درتها كاريات كبار، نتوما ديروهم كاريات صغار تجيك قريب واحد 50 حبه، انا جاتني 24 ل 25 حبه على خاطر الحبه حبه تشبع، ديما عيني هذي كبيره. المهم كنت تقصوا تعاودوا تمسحوا الموس تقصوا كاو لاصق تما، علاش حتى يكون لاصق بالراس، المهم باش ما يجيني كومش هاني نمسح فيه. نعاود ندور البلاطو وندير كاريات عادي، تبغوا ثاني ديروها مقرود مقرود، بصح كي ديروا المقرود مقرود تجي لي شي ياسر فيه، ما درتو داك النهار مقرود وما عجبنيش، يجي لي شي تاع ياسر في البلاطو. هنايا جات اروع ما يكون، سجلوا هذه في رصانكم وحطوها وديروها اون 5 تحضروها، ما فيش كل ال، وتقدروا ديروها بالضرب اليدوي استدير بالفوايه وحدكم هكا طف 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 ولا حتى بيديكم ها تقدروا ديروها ماهيش واعره كل هنا دوك الكروكيا فين نديرو بيدين لا بالباطر لا ضرب. هنا نهز لكم حبه حديده يا حبيبه، شو كبيره دوها صغيره ثم قلت لكم تجيكم على 48 ل 50 حبه، هنا درتها كبيره مليحه. شوفوا الطبقات نتاعها، شوفوا البدايه يا اخي طبقات حتى جايه مع بعضهم يعني اكسترا، شوفوا باش طاب خفيفه ما لصقت ما والو، كي درت لها الزبده دهنت البلاطو بالزبده و دهنش بالزيت، دهنها بالزبده خاطر هي طايبه بالزيت، تقدر تدهنها بالاخر بس هذه الحاجه يعني مليحه عندها ريحه هكا هايله الزبده. ها شوفوا كيف دايت اكو ذوق، يلا بسم الله شهيتكم في الجنة وخلاص. ما تنسوليش لي لايك كان وصلتوا لهنا، ما تنسوش لي لايك وما تنسوش اللي موش مشارك يشارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.